راه تا راسك كازو بيرو انا خبوك فيها تلا ديت بالصيحي السلام عليكم. تفضل اخي احكي لنا المشكل ديالكم. يعني السلام عليكم خوتي، حنايا كنتواجدوا في الارض الجماعيه هنا في شليحه شفيرات، نوع ديال القصر الكبير اقليم العرائش. حنايا هاد الارض عندنا مساحه ديالها 304 ديال الهكتارات. واحد السيد مبارك العقوبي، لا ما تسميش كمل. المهم واحد المافيا هنايا كتجي، كاين هما جوج، واحد مرمي على 53 قطار والاخر باغي يدي ما تبقى. تقريبا ديال شحال فيها من قطارات عرضيه؟ فيها 304 القطارات. المهم كاينه واحد الجهه هي اللي خلاو لنا واحد 60 قطار كنقسموها مع بعضياتنا، وهم داو ما تبقى من الارض. المهم ما خلينا، ما دوزنا مع هذا السيد في المحاكم، دعينا معاه، جدودنا دعاو معاه. هاد الارض السلاليه؟ على الارض السلاليه. الارض السلاليه ديالكم، ديال جدودكم، ديال الدوار ديالكم. ديال جدودنا، ديال الدوار ديالنا، المهم جدودنا حرتو فيها. ومع ذلك كاين تزوير وكاين. هاد السيد جداها ولا شنو؟ المهم جداها باوراق مزوره، كيجيب مخزن وكيتعداها لعباد الله. وكل مره كيرمي واحد في الحبس باش بنادم كيخاف وكيمشي بحاله. ودابا هي كما كتشوفوا الارض هي هنايا 140 هكتار ما كيستافد منها حتى شي واحد. بنادم راه في الجنايات وكله كيفاش واقع له هنا، اللي كيهضر ولا كيقول شي حاجه راه كيديو الحبس. الارض هذه في الاصل ديال من هذه الارض السلاليه وديالو ودير من لا ديالنا. حنايا خلقنا وعينا وعينا فيها، كنحرتوا هذه الارض هذه ما عرف شحال من سنه حرتوها جدودنا. راني هذا الشيء من الاستعمار. لا هذا السلام عليكم خوتي. هاد الارض هادي نتوما كتشوفوا فيها 300 304 القطارات، هادي من الخمسينات وحنا عايشين فيها في الشهاده المحافظه ديالنا ديال شليحات. وهاد السيد هذا كيدير لنا تزوير وكيدير لنا يرمي علينا العافيه، ودابا حاليا حنا جينا في الجنائيات في طنجة، الناس راه تشدوا عليها في الحبس وباقين عليها لدابا. راه هادي 15 يوم دوزنا فيها الجنايات، كيرمي الناس عليها العافيه وكي كيدي عليها الحبوس، وهو كيدعي بشي مزارع ديالو في هاد الجهه ديال شنيجه، مزارع قامره. يعني نتوما هاد الارض هادي ارض ديال الدوار، نتوما اولى بها؟ اولى بها من الخمسينات وحنا عايشين فيها، اللي حاليا حتى لهاد الوقت هذا عاد كيطرا ما كيدير هذاك الشيء ديال العافيه والشيء ديال التزوير وكيدي الناس للحباسات. دابا نتوما كما كنقولوا كتشوفوا الارض ديالكم هي امام احداكم وكدوزوا فيها، وما قادرينش انك ما قادرينش راه ما كتشي فيما مشيتي ما كيعطيوكش الحق ديالك. حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا في هاد الجامعه هذه وفي هاد الدوار هذا. الله يخليك. حنا في دوار شليحات شفيرات نواحي القصر الكبير اقليم العرائش، واحد العافيه في الجنايات كيجي كيحرق تبينه، كيجي بالسلطه كيقول لهم حرقوا لي كذا وكذا وكذا، السلطه ما عندها حتى علاقه، كتقيدو كتمشي بحال هكا. الارض هي حابسه، ماشمن تاريخ هي حابسه. شنو ملي كيدير لنا كي بحال هكا حنا كنوليو حنا كنخافوا. الناس فقراء مساكن ضعفاء، ما عندهم جهد، ما عندهم حتى شي حاجه، اللي كتلحق لعند المخزن شي حاجه باش تمشي، كيعرض لك مافيا في الطريق، ما عندك فين تمشي، كنخافوا كنتراجعوا بحال هكا. حنا ما عمرنا دعيناه ولا شي حاجه، حنا كنخافوا. كتخاف الانسان كيخدم معاه في البنيه، كيخدم معاه في فلاحه على قد الحال، الناس دراوش ما باغي ينصدع، ولكن هو كيخوفنا، كيشد الاول، شد جدودنا. الارض ديالكم هي حداكم؟ ما قادرش الارض هي حدانا وما قادرش هو لا هو تي ليها. كاينه شي كيجيب المافيا من القصر اولا من الغرب ولا من شي بلايص، كيجيو لهم السيوف ضربنا معاهم بالسيوفه بالعالم، كنضربوا معاهم هنايا والله العظيم، لا ضربنا معاهم بالسيوفه بكلش هنايا. ودابا حاليا كتهود كيجيب لك شهود زور، كيقلب لهم كيخلصهم بالفلوس وكيجي لهنا الارض وكيحط لك الارض، والارض ماشي حتى ديالو هذه هي، كيجيب لك الورق ديال المزارع شنايجه اولا شي ورق اخرين وكيحطهم لك هنا، كيلحق كيحطهم في المحكمه، المحكمه ما عارفاش بان كتشوف القانون ديالها المحكمه ماشي لا شي حاجه، ولكن احنا بالوراق ديالنا بالوثائق ديالنا بكلش ما كنقدروش نهودو نديرو شي حاجه. المطالب ديالكم نعم؟ المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا بغينا الحكومه تدخل.
الحكومه الكبيره تدخل هادشي هذا. بغينا الناس الكبار يدخلوا. هادشي وصل سيدنا هادشي مباشر. بغينا هاد الناس. هاد الناس راه ما كيعقلوش علينا. ما كيعقل علينا حتى شي واحد. الا الملك هو اللي يقدر يدخل ويشوف لنا. بغينا سيدنا محمد السادس يدخل في هادشي هذا. الله ينصرو. دابا كتربطوا بطبيعة الحال بالانصاف ديالكم بان الارض ديال جدودكم الاراضي السلاليه اللي الارض ديالنا كامله مشات كامله. جدودنا كربت عليهم هذا. حتى الارض اللي عندنا قانونيه بالورق. الناس راها في الجنايات وظلما وعدوانا. تشدوا ناس. جدودنا في هذه الارض. راه حنا ما عارفين غير جدودنا دازوا في الارض. راه هذا المجرم هذا معدين علينا. راهم معدين علينا بزاف. راهم مكرفصين علينا. راهم ما خلاوش فينا في هذه القبيله. راهم خلاونا فقراء كنسعوا راحنا عايشين في اللوكس وعايشين في الخدمه عايشين في طنجه كنخدموا على ولادنا وهذا السيد راه مسيطر علينا راه مكرفص علينا راه ما خلاش فينا حنا كنبغيو حنا مزاوقين فيكم وفي الله وسيدنا يشوف فينا في هذا الشيء هذا الله ينصروا الله ينصروا راه ما مخليش معنا هذا السيد هذا راه تكرفص علينا راه الارض ديالنا جدود جدودنا كانوا فيها حنا راه ما نعقلوش على هاد السيد الناس اللي كيطرماو علينا راهم مكرفصين علينا راهم ما خلاوش فينا راه خلا جوعونا راه وليداتنا طاشوا المدون وطاشوا وما مره ما بقاش فينا راه حنا بقينا الله كريم هاد الناس هادو راهم معدين علينا بزاف جوج المافيات راهم ما ساكنوش معانا ما نعرف منينهم راهم تقهرنا رحنا مكرفصين رحنا معدين رحنا بقينا مكرهوش الديور ديالنا نبيعوهم ونبدلوا هذا المكان هذا راه ما كاينش راه اللهم لك الحمد راه حنا تعداو علينا هاد الناس ومسيطرين علينا وما مخليينش معانا حنا مزاوقين حنا مزاوقين فيك يا سيدنا ما شوفينا وعاونونا شي شويه راه حنا معدبين بزاف عاش الملك راه حنا ما بقاش فينا حنا مزاوقين حنا مزاوقين راهم مكرفصين علينا هاد المجرمين دعوه معاهم لله ها كندعيوهم لله راه حنا ما عارفينش يا سيدي هاد الشيء هذا من يتسلط علينا راهم جوج مافيات مكربصين علينا في هذه الارض السعيده راه هاد الناس هادو معدين علينا حنا كنزوقوا فيكم الله يهديكم وعاونونا راه حنا خوت راه حنا مسلمين راه هاد الناس هادو مكربصين علينا حنا مزوقين فيكم حنا مزوقين فيكم ولا هاد الناس شوفوا كديروا بعدوا منا راه حنا خوات الدوار راه ما بقى حتى شي واحد كلشي طاش للمدوني يخدم ساكن في البني وفي المصاب وباش يعيش الارض هي حابسه وحنا كنشوفوا بها كنجيو ليها كيديروا لنا الترامي كيديروا لنا العافيه كيديروا لنا الاجرام كيديروا لنا راهم ماخر حنا كنا في المحاكم في طنجه اللهم لك الحمد الحمد لله فهد. اللهم لك الحمد كلشي لاشور الله حنا كلشي لاشور راه حنا بقينا نخافوا ما بقينا نعرفوا راسنا فيها نمشيو دابا انا كنعرف ما عرفتش غدا يدير لي شي نص راه حنا الحكم ولا ديال الناس هنا اللي كيحكموا راه ما بقاش سيدنا اللي كيحكم.